طلبت الحكومة اليمنية المبعوثة الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد التدخل وممارسة الضغط على الميليشيات الانقلابية وإلزامهم بإرسال إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي الرئيسي ومقره عدن كي تتمكن الحكومة من الإيفاء بالالتزامات ودفع المرتبات للموظفين في جميع محافظات الجمهورية. وأكدت الحكومة أن الميليشيات الانقلابية تستخدم إيرادات الدولة كمجهود حربي ضد اليمنيين وإثراء قياداتهم. كما طلبت الحوثيين بإرسال إيرادات الدولة إلى البنك المركزي كما كانت تفعل هي في السابق قبل قرار نقل البنك المركزي إلى عدن. وينضم إلينا من الخبر السعودية المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، ومن عدن الخبير الاقتصادي محمود عبد الله. أبدأ مع السيد راجح بادي من الخبر. أهلا وسهلا بك سيد راجح. يبدو أن مشكلة صرف رواتب الموظفين، صرف الرواتب في اليمن، باتت مشكلة شائكة. من الجهة المخولة بدفع الرواتب؟ مساء الخير سيدي الكريم. أعتقد أنه مسألة دفع الرواتب ليست مسألة معقدة، هي مسألة يعني بذلت الحكومة الجهد الكبير من أجل إيجاد حل لها، لكن للأسف الشديد أنه يعني هناك الكثير من العراقيل والصعوبات التي وضعتها ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية في صنعاء، ولعل أبرزها وأهمها أنه طبعا حتى هذه اللحظة رفضت توريد الإيرادات المركزية التي لا زالت تصب إلى صنعاء، مثل إيرادات الموانئ ونشاط وإيرادات النشاط الاقتصادي مثل مؤسسات الاتصالات والاتصالات الخاصة وبعض إيرادات الضرائب والجمارك إلى البنك. نحن كما تعلم سيدي الكريم منذ يعني بدء عاصفة الحزم وقيام الانقلابيين بالاستيلاء على صنعاء كانت الحكومة الشرعية ترسل الإيرادات الخاصة بها إلى البنك المركزي من أجل في صنعاء من أجل أن تقوم الميليشيات الانقلابية بدفع الرواتب لموظفي الدولة. الآن عندما بادرت الحكومة بإنهاء هذا الوضع المختل ودفع رواتب الناس استغل الإنقلابيين هذه الفرصة وقاموا بنهب بدلا من توريد هذه الإيرادات التي لا زالت تصب في البنك في صنعاء، قاموا استخدامها سواء في المجهود الحربي أو في إثراء بعض القيادات الإنقلابية الكبيرة. ولعلكم تابعتوا تلك الوثائق التي نشرت على وسائل الإعلام في هذا الجانب، سواء سحب مليارات لدعم ما يسمى بالمجهود الحربي وسيطرة واستيلاء عدد من قيادات الانقلابيين على ملايين الدولارات، ما يعادل مليارات الريالات اليمنية من تجارة النفط وإيرادات بعض الموانئ. نحن لا يمكن أن نسكت على مثل هذه التصرفات الصادمة والكبيرة، ونحن ملتزمين التزام أولا لأبناء الشعب اليمني ثم للمجتمع الدولي بدفع رواتب الناس. لذلك ناشدنا المبعوث الأممي الآن بالتدخل للضغط على ميليشيات الحوثي وصالح بتوريد هذه الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن الذي تم نقله خلال الأشهر القليلة الماضية لكي نقوم بدفع رواتب كل الموظفين. هذه إشكالية أخرى، أنه للأسف الشديد نحن التزمنا بدفع الرواتب لجميع موظفي الدولة حتى عام 2014 وفق كشوفات عام 2014، لأنه كل التعيينات التي قامت بها الميليشيات الإنقلابية غير معترف بها لا من قبلنا، لأنه كما تعلم تم إدخال أسماء كثيرة في قطاع الأمن وقطاع الجيش وفي القطاع المدني. نحن لسنا ملزمين بدفع رواتب هذه التعيينات الأخيرة من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، واكتشفنا أنه الكشوفات التي أرسلت إلى عدن جزء كبير منها للأسف الشديد يعني غير صحيحة وغير دقيقة وتخضع لعملية مراجعة. هناك إذا أفهم سيد راجح بادي أنتم ملتزمون فقط بدفع الرواتب في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية؟ لا سيد الكريم، لا، نحن ملتزمين بدفع الرواتب لكل أبناء الشعب اليمني، وهذا ما أكده فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن داخ. نحن دولة مسؤولين عن كل اليمنيين، لكن هناك عراقيل تضعها الميليشيات الانقلابية حتى هذه اللحظة تصعب من عملية دفع الرواتب وإيصالها لمستحقيها.
لذلك نحن طالبنا المبعوث الأممي الذي يقوم الآن بجولة في المنطقة بالتدخل والضغط على ميليشيات الحوثي وصالح من أجل الكف عن وضع هذه العراقيل والإشكاليات لكي تصل المرتبات إلى مستحقيها. هل تعتقدون بأن الأمم المتحدة ستنجح في هذه المهمة كما نجحت في إقناعكم أنتم في بداية الأزمة؟ والله يا سيدي الكريم نحن نتمنى أن تنجح الأمم المتحدة في هذه المهمة، لأنه هناك معاناة كبيرة لدى أبناء الشعب اليمني من عدم وصول المرتبات لديهم، لكن للأسف الشديد نحن أمام ميليشيات انقلابية ليس لديها يعني التزام قانوني أو أخلاقي تجاه أبناء الشعب اليمني. هذه الميليشيات ليس لها هم إلا هم واحد، وهو أنه يعني تستولي على مزيد من الأموال الطائلة سواء لدعم المجهود الحربي أو لإثراء كثير من قياداتها. ليست لدي هذه الميليشيات إدراك لحجم المعاناة التي يعانيها اليمنيين في مختلف المناطق نتيجة عدم وصول المرتبات إليهم، لكن على الأمم المتحدة الآن أن تقوم بهذا الدور، خاصة وأنه الأمم المتحدة كان لها دور كبير في رعاية ما يسمى بالهدنة الاقتصادية التي كانت قائمة لفترة طويلة، ونحن كحكومة التزمنا بهذه الهدنة. الآن على الأمم المتحدة مسؤولية أن تضغط على هذا الطرف الانقلابي لكي يكف عن وضع العراقيل من أجل أن تصل المرتبات إلى مستحقيها. أشكرك جزيل الشكر سيد راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية، كنت معنا من الخبر السعودية. أعود مرة أخرى لضيفي الخبير الاقتصادي محمود عبد الله. سيد محمود، استمعت لأستاذ راجح بادي، إلى أين تسير برأيك أزمة صرف الرواتب في اليمن؟ شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، شكرا لقناة سكاي نيوز، ومساء الخير لكم ولكل المشاهدين. بتقديري أنا أنه هذه من المهام المعقدة، وهي المشكلة ليست وليدة اليوم، وهي موجودة منذ اندلاع هذه الحرب الظالمة في اليمن التي طبعا شملت كل مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وإلى آخره. وواحدة من المشكلات هذه هي مشكلة الرواتب، وأصبحت مشكلة الرواتب يا سيدي بمثابة ورقة للمساومة وللمزايدات السياسية في هذه الحرب. والشعب اليمني بكامله عمليا هو رهينة حاليا، وتستخدم الرواتب لمحاربته في قوته وفي حياته. هي المشكلة ستظل، برأيي أن المشكلة ستظل طالما أنه هناك ما فيش تجاوب من السلطات الانقلابية في توريد الموارد المالية من مختلف المواقع والمرافق السيادية والمؤسسات، وخصوصا الموانئ ومؤسسات الاتصالات التي تصل ربما إلى 350 مليون ريال يوميا إيراداتها تستلمه الحوثي، تستلمه ميليشيات الحوثي ولا تورد إلى البنك المركزي، وبالتالي حصل عندهم هذا العجز منذ سبتمبر 2016. نعم. بمعنى أنه هذه الرواتب للموظفين ستظل مشكلة، ولغموا أيضا مشكلة قاعدة البيانات التي أرسلوها بموظفين جدد أضافوا إلى فوق الموظفين اللي كانوا من سابق منذ إلى 31/12/2014. هذا سمعناه من سيد راجح بادي. سيد محمود، كما فهمنا أيضا منه بأن الحكومة في بداية الأزمة لما كان البنك المركزي موجود في صنعاء كانت الحكومة الشرعية تضخ الإيرادات للبنك المركزي في صنعاء. ما الذي يمنع الحوثيين من قلب المعادلة ما دام البنك المركزي الآن موجود في عدن؟ ولماذا الأمم المتحدة المبعوث الدولي تحديدا لا يمارس هذه الضغوط لحل هذا المشكل برأيك؟ يا سيدي، إذا أتينا نتكلم بالنسبة للأمم المتحدة، في حقيقة الأمر يمكن القول أنه في هناك تعتيم على المبعوث الأممي، وفيه تزوير وتزييف للحقائق الموجودة على الواقع وعلى الأرض،
ويعطوها أرقام طبعا مش صحيحة حتى، بأنه البنك المركزي في عدن ما يرسلش، وإنه 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 نحن ما عندناش إيرادات، وإنه يعني لا يعطوها الواقع أو الحقيقة كما هي. وبالتالي يعني البنك المركزي في عدن، أنت تعرف أنه منذ بداية 2016 إلى اليوم عندما كان البنك المركزي في صنعاء لم يتم تحويل ولا ريال واحد، وكانت تعتمد المرتبات ونفقات التشغيل في محافظات الجنوب على إيراداتها المحلية، واستمروا هم في استنزاف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي الذي كان يصل حينها إلى 4.7 مليار دولار، واستنزفوه بالفعل في مجهودهم الحربي. والآن نفس الحكاية يزايدوا، يقول يعني يقولوا أن البنك المركزي في عدن يدفع الرواتب. من أين يدفع الرواتب طالما وهم أيضا عندهم موارد تصل إلى في العام 2016 إلى 951 مليار ريال؟ هذه كانت إذا كفيلة بأن تدفع رواتب الموظفين للسنة كامل، بحكم أنه نحن في الشهر الواحد نستهلك تقريباً 75 مليار كرواتب للموظفين والجيش وموظفي الجهاز الإداري للدولة. طيب. و 900 مليار كانت كافية، كافية. كانت كافية، ولكن بشكل يومي سيد محمود الحوثيون يقول بأنهم يجرون اجتماعات، الحكومة الانقلابيين في صنعاء تقوم باجتماعات من أجل حل أزمة صرف الرواتب. هل ثمة نية من هؤلاء لدفع هذه الرواتب، أم أنهم يستهلكون الوقت ويماطلون ليس إلا؟ يا سيدي الكريم، أنا شرحت لك سابقا أنه مسألة معاناة الشعب اليمني والموظفين على وجه الخصوص من خلال عدم دفع مرتباتهم هي ورقة للمزايدة السياسية واستعطاف العالم. ولو أجينا إلى الإيرادات بوضعها الحالي، أنا أعتقد أنهم قادرين لدفعها، لكنهم لن يريدوا. هم يريدوا هذه المعاناة كمساومة للعالم، للأمم المتحدة والبقية المنظمات الدولية وإلى آخره، لاستعطافهم و يعني التدخل الى جانبهم. هذا هو ديدنهم، وهذا هو اساليبهم، وهذا هو يعني هدفهم، انهم لا يريدوا ان يدفعوا مرتبات الناس. لا يريدوا ان يدفعوا مرتبات الناس، وهنا يعود الجدل حول المظاهرات ضدهم داخل صنعاء. إلى أي مدى ربما سيتسع نطاق هذه المظاهرات وهذه النقمة عليهم، وبما يصبح هذا الأمر لصالح الحكومة اليمنية الشرعية وليس لصالحهم؟ بالفعل يعني إذا هم ما قدروش يدفعوا المرتبات والناس تعاني من قسوة سلطاتهم، وهم بالفعل يستخدموا العصا الغليظة أو النظام البوليسي الذي يقمع أي حرية رأي وأي حرية مظاهرات أو صحافة أو حقوق إنسان أو إلى آخرهم، لا يعترفوا بهذا كله. وبالتالي ماذا تتوقع في الأخير؟ هناك سيحصل إما كارثة إنسانية بموت الكثير من الناس، وبالفعل يعني 7 ملايين هم على شفاء المجاعة، و17 مليون من إجمالي عدد سكان البلد تحت خط الفقر، بمعنى أن احنا قادمين على كارثة إنسانية مروعة يعني في حالة استمرارهم على هذا النهج. ولا بد من الأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات وأن تعطي أو توصف الواقع كما هو، وتعرف من هو المتسبب في عدم دفع رواتب الناس. هذه نقطة مهمة جدا، العالم عليه أن يعرف، وليس مجرد يستمع من طرف واحد، يجب أن يستمع من كافة الأطراف ويعرف الحقيقة. طيب سيد محمود، إذا هم لم يلتزموا بالقرارات الدولية كافة، كيف لهم أن ينصاعوا طبعا ضغوطات الأمم المتحدة حول دفع هذه الرواتب؟ كيف يمكن أن يتم على الأقل هذا عمليا؟
هو عمليا الضغوطات يجب أن تكون عليهم ضغوطات دولية ولفك أسر الشعب اليمني من قبلهم. الشعب اليمني هو أسير أو رهينة في يداتهم يساوم فيه في العالم كما قلت. وحتى الإغاثة على فكرة أستاذي الكريم لم تصل لمستحقيها، وهي تذهب للمجهود الحربي ويتم بيعها أحيانا في الأسواق والاستفادة من أثمانها للمجهود الحربي، بالإضافة إلى استخدامها في تموينات ميليشياتهم في جبهات القتال. ولازم ضبط هذه المسائل من خلال إرسال مراقبين دوليين ومن خلال منظمات توزع بنفسها هذه الإغاثات على الأقل للبقاء على قيد الحياة. شكرا جزيلا لك محمود عبد الله الخبير الاقتصادي، كنت معنا من عدن، كنت معنا في برنامج المساء، شكرا جزيلا لك. مساء انتهى، وغدا مساء جديد وملفات جديدة. إلى اللقاء.